إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم حسين من قناة المستثمر المحترف. إذا بعدما لاحظت مؤخرا إخواني الكرام بعض تساؤلات الإخوة الذين دخلوا حديثا في هذا المجال، يعني يقومون بطرح بعض الأسئلة عن ما هو البيتكوين، كيف يتم تم إنشاؤه، أين نستطيع أن نجده، كيف نحصل عليه وكيف نستعمله إلى غير ذلك من هذه الأسئلة. لهذا قررت عمل هذا الفيديو، أين سأقوم يعني بشرح ما هي هذه العملة وكيف أنشئت إلى غير ذلك، وكيف نقوم بجمعها، وأهم مواقع جمع البيتكوين، وكل يعني ما له علاقة، وكل ما سيساعدهم على يعني الحصول على هذه العملة وفهمها جيدا. إذا البيتكوين إخواني الكرام هو عبارة عن عملة إلكترونية. يعني هذه العملة نستطيع يعني أن نقارنها مع العملات الأخرى، يعني عادي مثل الدولار، الين، الأورو إلى غير ذلك، ما عدا أن هذه يعني هذه العملة ليس لها وجود فيزيائي، يعني غير ملموسة، لا يمكن أن نلمس البيتكوين. هو عبارة عن عملة يعني إلكترونية بشكل كامل، يتم التداول بها فقط على الإنترنت، لا نستعملها، يعني مكانها الإنترنت فقط، لا توجد في مكان آخر. إذا بالنسبة لي كيف تم إنشاء البيتكوين؟ يعني هذا الأمر كله بدأ سنة 2007 عندما بدأ أحد المبرمجين اليابانيين بالعمل على هذه العملة الافتراضية، وفي غضون ذلك قام باستعمال اسم مستعار، هذا الاسم هو ساتوشي ناكاموتو. وفي سنة 2009 قام هذا الإنسان، يعني هذا الشخص، بإطلاق هذه العملة بشكل رسمي. وكان يعني هدفه من صنع واختراع هذه العملة هو الاستغناء عن السلطة المركزية بالكامل، يعني خلق عملة حرة بالكامل لا تخضع لأي سلطة مسيطرة ولا مراقبة، عملة حرة يتم التعامل بها بشكل حر تماما ومن دون أي وسيط. إذا الآن وبعد معرفة كيف بدأت قصة البيتكوين، يعني السؤال الذي يتبادر إلى ذهننا مباشرة هو كيف يتم إنشاء هذه العملة، ما دام يعني لا يوجد أي مصرف مركزي أو بنك أو غير ذلك، كيف يتم إنشاؤها؟ البيتكوين إخواني الكرام يتم إنشاؤه في أي مكان في العالم، يعني عبر عملية تسمى بتعدين البيتكوين، أو بالإنجليزية بيتكوين ماينينج. هذه العملية هذه متاحة للجميع، يعني أي شخص يستطيع القيام بها، أنا أنت يعني أي شخص يستطيع أن يقوم بتعدين البيتكوين، ولكن يعني هذه تتطلب وقت كثير وحاسوب قوي وكهرباء إلى غير ذلك، وتتم من خلال تحميل برنامج وتثبيته على نظام التشغيل. عند التشغيل يقوم هذا البرنامج بمعالجة بعض الخوارزميات يعني المعقدة إلى غير ذلك التي يحصل عليها من شبكة البيتكوين. وبعد الانتهاء من معالجة هذه الخوارزميات المعقدة، يقوم هذا البرنامج بزيادة صعوبة هذه الخوارزميات بناء على سرعة الحاسوب في حلها. المهم يعني أعلم أن الكثير يجد صعوبة في فهم هذا الأمر لأنه معقد بعض الشيء، لا يهم، هذه الأمور لا تهم في الحقيقة. يعني قمت بإعطائكم هذه الأمور فقط يعني لتكون لديكم صورة واضحة، أو يعني صورة فكرة عن كيفية أو عملية إنشاء إنتاج البيتكوين. الشيء الذي يهمنا نحن هو ما هي خصائص البيتكوين وفوائده، وما هو الشيء يعني الذي يجعلنا نهتم به وكيف نحصل عليه. هذا هو يعني الأسئلة التي تهمنا والأمور التي تهمنا أكثر. البيتكوين إخواني الكرام أنا شخصيا أراه يعني أداة يعني ثورية ستغير الجانب المالي لحياة الكثير من الناس، تماما كما يعني اليوم قامت الهواتف الذكية والإنترنت بتغيير حياتي، نفس الشيء سيحصل مع في المجال المالي. إذا الخاصية الأولى للبيتكوين هو أنه عملة غير مركزية، لا توجد سلطة تتحكم فيه وتتلاعب به، يعني هو عملة حرة تماما، لا يمكن لأي شخص أن يقوم بإيقاف حسابك على البيتكوين أو تجميده أو إلى غير ذلك. بصفة عامة يعني شبكة البيتكوين بصفة عامة لا أحد يتحكم فيها.
الخاصية الثانية هي خاصية الحماية إخواني الأعزاء، يعني عندما تقوم بالتسجيل في محفظة من محافظ البيتكوين تقوم بإدخال المعلومات والبيانات في ذلك الحساب، وهذه البيانات تكون محفوظة وخاصة بك فقط، لا تستعملها لا في شراء البيتكوين ولا في يعني عن طريق الإرسال إلى غير ذلك، يعني لا تستعملها لا في الإرسال ولا في الشراء، يعني كما هو الحال في مع الحسابات المصرفية والبطاقة الائتمانية غير ذلك، تقوم يعني بوضع معلوماتك الشخصية إلى غير ذلك، وهنا يعني يكون خطر في يعني يمكن أن تتم قرصنة حسابك أو بطاقتك الائتمانية إلى غير ذلك. لكن البيتكوين ليس له فيه هذا الشيء، يعني تقوم فقط بوضع المعلومات عند التسجيل في محفظة من محافظ البيتكوين، بعد ذلك كل ما تحتاجه هو كود أو ما يسمى ب Wallet Address أو عنوان المحفظة. سنقوم بالتطرق لهذا الأمر يعني لاحقا، وستفهمون ما هو هذا ال Wallet Address إلى غير ذلك الذي تستعمله في الإرسال والاستقبال. يعني هذا هو الشيء الذي يجعل البيتكوين قوي جدا، ويعني في قمة الحماية، ويعني تكون قرصنة الحساب على البيتكوين شبه مستحيلة. الخاصية الثالثة إخواني هي السرعة الفائقة في تداول البيتكوين، بحيث تستطيع نقل أي قيمة عبر أي مسافة إلى أي مكان في العالم بشكل فوري، ويمكن يعني أيضا لأي شخص في أي مكان في العالم يعني يستعمل الإنترنت، يمكنه استقبال هذه القيمة وإرسالها هو الآخر ومن دون أي رسوم، وهذا يعني ما يجعل البنوك تخاف من عملة البيتكوين. فمثلا يعني يمكنك تحويل 8000 يعني دولار من الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال إلى أستراليا عبر الويسترن يونيون، وستكون يعني الرسوم ما بين 350 إلى 400 دولار، بينما تتم هذه العملية أو سيكلفك ذلك باستعمال البيتكوين فقط سنتين. يعني هل ترون يعني الفرق إخواني الأعزاء؟ وهذا ما يجعل البيتكوين جد جد قوي والبنوك تخافه صراحة. بالنسبة لسعر البيتكوين فقد يعني في البداية البيتكوين كان يعني قيمته جد جد يعني كان ليست قيمته ليست عالية على الإطلاق، كان يعني يساوي عندما انطلق كان يساوي أقل من دولار، يعني 0.3 أو 0.4 دولار على ما أعتقد. ومع مرور الزمن يعني بدأ سعره في الارتفاع، ووصل الآن إلى يعني 365 أو 465 دولار، يعني شيء مذهل صراحة. والسر في صعود سعر البيتكوين يكمن في سر يعني قام به مخترع هذه العملة ساتوشي ناكامودو، والذي قام يعني كتابة كود على العملة بحيث تزداد صعوبة إنتاجه مع مرور الوقت، يعني بحيث يعني بحلول عام 2140 تنتهي البيتكوين، يعني يتم تجميع آخر بيتكوين سنة 2140، هذا هو يعني السنة التي ينتهي فيها تعدين البيتكوين وجمع البيتكوين. لهذا السبب يعني يزداد سعر البيتكوين دائما، و يعني سعره متقلب، ليكون يعني هذه النقطة نكون واضحين فيها، السعر متقلب يخضع يعني لبعض المعايير، يعني بيع وشراء، طلب زيادة الطلب إلى غير ذلك، يعني إذا زاد الطلب يعني يرتفع السعر إلى انخفاض، يعني لهذا هو غير مستقر تماما، يعني في يوم تجده يعني نزل ب10 دولار أو صعد ب10 دولار، هو غير ثابت، ولكن على العموم يبقى يعني سعره في ارتفاع دائم، هذا هو يعني الشيء الذي يميزه. المهم الآن نكون قد انتهينا، أن حاولت يعني أعطاكم فكرة يعني عامة عن ما هو البيتكوين، كيف تم إنشاؤه، كيف يتم إنشاؤه، يعني المميزات الخصائص إلى غير ذلك. الآن سنمر إلى كيف أخي العزيز كيف يمكنك أن تجمع البيتكوين، هذا هو الشيء الذي يبحث عنه الكثيرين والكثيرين. إذا أول شيء أخي العزيز عليك القيام به هو إنشاء محفظة من محافظ البيتكوين، إنشاء حساب في محفظة من هذه المحافظ. كما سبق وذكرت هنالك العديد من المحافظ،
أنا أستعمل محفظتين وهما الكزابو والكوين بيس، يعني من أفضل المحافظ وأشهرها. بالنسبة لكزابو، يعني كل محفظة عندها مميزات، عفوا المميزات الخاصة بها. بالنسبة لكزابو، الكثير من صنابير البيتكوين يعني لديهم امتياز أو لديها امتياز مع هذه الصنابير. عندما تقوم بجمع مقدار من الساتوشيات على تلك المواقع على سبيل المثال، يطلبون منك إنه إذا كنت تستخدم كزابو سيقومون بإضافة مقدار معين من الساتوشيات للمقدار الذي جمعته، ويقومون بإرسالها إلى محفظتك. هذه بالنسبة لكزابو. بالنسبة لكوين بيز، الخاصية التي تتميز بها هي الإحالة. يعني إذا قمت ب تسجيل في هذه المحفظة وقمت بإيداع 100 دولار، يعني جملة واحدة، يقومون بإعطائك 10 دولار كهدية. يعني يعطونك 10 دولار لك وللشخص الذي قام بإحالتك، يعني يستفيد الشخص الذي أحال والشخص المحال. هذه هي خاصية هذه المحفظة، بالإضافة إلى يعني المميزات الرائعة التي يعني تتوفر عليها من حماية جد جد عالية، ويعني ديزاين محترف. يعني صراحة أحس بالاحترافية باستعمالي لكوين بيس. المهم، هذين يعني محفظتين من المحافظ التي أستعملها، يمكنكم يعني التسجيل فيها إذا أردتم. المهم، التسجيل سهل جدا بالنسبة لكزابو أو بالنسبة لكوين بيس. تضغط على سانسكريب أو ساين أب، وتقوم بملء هذه المعلومات، كيعني الاسم، اللقب، والايميل، والمود باس او كلمه المرور، ثم تضغط على جاكسبت او الموافقه على الشروط، وتضغط على كري ان اكونت او كري ان كونت او كرييت ان اكونت، وتقوم بعد ذلك بتفعيل الرابط الذي يقومون بارساله الى غير ذلك. شيء جد جد سهل. وبالنسبه لكزابو، تقوم نفس الشيء بالخروج، يعني لوج اوت، وتذهب الى، يعني ستكون عندما تدخل كزابو تجد يعني الصفحة الرئيسية للمحفظة بهذا الشكل. يعني هنا، نعم عفوا، نضغط على كزابو فنجد هذه هي الواجهة. انت تضغط على ساين اب، هنا تضغط على ساين اب. يعني لا اريد الاطالة كثيرا في الفيديو، لهذا الايميل تختار ايميل، الاسم الاول، الاسم الثاني، والبلد، وتضغط على نكست، وتقوم باكمال، يعني يقوم بارسال اليك رابط. انا قمت بالتسجيل منذ زمن طويل، لا ادري اذا كانوا يرسلون ام لا. المهم، يرسلون اليك المعلومات التي تحتاجها من اجل الاكمال، من اجل الحصول على حساب. اذا ساقوم بالدخول الى حسابي على كزابو مره اخرى كما ترون، ستظهر بالشكل الآتي. هذا هو حسابي على الكزابو إخواني الأعزاء. كما ترون، البيتكوين الآن يساوي 400، واحد بيتكوين يساوي 467 دولار. يعني في العام المقبل أو العام السابق عفوا، كان 244 في هذا الوقت، في أفريل على ما أعتقد كان 250 او 55 او 44، المهم شيء من هذا القبيل. لاحظوا، يعني تقريبا 200 او 200 دولار، يعني ارتفع ب 200 دولار. المهم، لهذا يعني لا يمكنك اخي العزيز جمع واحد بيتكوين في اليوم، هذا يعني شيء مستحيل. ما تستطيع جمعه هو ساتوشيات، تجمع الكثير من الساتوشيات كل يوم حتى يعني تصل الى مقدار معين او مقدار محترم. ساقوم يعني ساريكم كيف. يعني لاحظوا معي، هنا واحد ساتوشي يساوي 0.7 واحد بيتكوين. يعني إذا قمت أنت على سبيل المثال بجمع 10,000 ساتوشي في اليوم، فأنت ستحصل على 0.000، يعني لما أعتقد يساوي، سنقوم بحساب هذه كم يساوي هذا المقدار. سنقوم بحسابه معا ونرى كم يقوم، يعني إذا قمت بجمع هذا المقدار كم ستحصل في اليوم. يعني صفر هذا المقدار، إذا قمت بجمع 10,000 ساتوشي سنرى كم سيساوي هذا في اليوم. يعني نقوم بوضعها هنا ونقوم
تحويلها إلى دولار، يعني عندك 0.05 دولار في اليوم، يعني نسبة جد جد قليلة. إذا قمت بجمع 100,000 ساتوشي في اليوم تحصل على هذا المقدار. لهذا يعني لاحظوا معي الفرق، يعني نحولها إلى دولار تحصل على 0.46، يعني شيء جيد، تقريبا نصف دولار في اليوم. يعني في الشهر عندك 15 دولار، أو يعني إذا استطعت أن تقوم بجمع أكثر يعني شيء يكون شيء جيد. المهم هذا فقط لأريكم يعني كيفية يعني المقدار الذي يمكن أن تجمعه في اليوم. يعني مستحيل تجمع بيتكوين واحد في اليوم، هذا شيء صعب صعب يستحيل. المهم أنت تجمع مقدار من الساتوشيات كل يوم، وبالتالي تصعد في ال إذا نمر الآن إلى صنابير البيتكوين أو المواقع التي يمكننا من خلالها جمع البيتكوين. الموقع الأول هو فري بيتكوين، هذا الذي ترون موقع جميل جدا. للتسجيل فيه تضغط على ساين أب وتقوم بملء هذه البيانات، ثم تضغط على ساين أب، يقومون بإرسال رابط التفعيل إلى إيميلك، تقوم بالضغط عليه وتفعيل الحساب، من ثم الدخول. إذا أدخل إلى حساب، هنا يمكنك الدخول باستعمال عنوان المحفظة أو استعمال الإيميل كما تشاء. أدخل باستعمال الإيميل. هذه هي واجهة الحساب على هذا الموقع. هنا كما ترون مالتيبلاي بيتكوين، هذا عبارة عن عداد يعني يمكن تربح أو تخسر، يعني هو عبارة عن ما يمكنك القول قمار. نفس الشيء لوتري، هنا لم أقم بتجريبها من قبل ولن أجربها إن شاء الله. هنا ريفير، هنا رابط الإيحاء الخاص بك، فكل يعني كيفية عمل الموقع، بروفايل خاص بك لتغيير الإيميل ومحفظة أو عنوان المحفظة إلى غير ذلك، أدفرتايز هنا تستعمله للإعلان إلى غير ذلك، والأخبار وستات أو إحصائيات الموقع. إذا ديبوزيت هنا للإيداع، وويذدرو للسحب. كما ترون قمت بالسحب في كثير من المرات هنا يعني على محفظة كزابو، يمكن أن نشاهد تلك السحوبات، ولا يعطيك يعني تماما اسم الموقع، ولكنه يعني يريك. المهم سأعود بعد. إذا هنا تقوم بالسحب، تقوم بسحب الأوتوماتيكي، تضغط على هذه، يقوم بسحب دائما هو عندما يصل إلى 0.0025 ساتوشي، ونعم قوم بالسحب. المهم هنا السحب يدويا، instant and manual، كيف يعني نفس الشيء، تقوم بالسحب هنا يدويا. هنا يقول لك لا تستطيع، يجب يعني أن تصل إلى لا ما أعتقد تسحب عندما تصل إلى 25,000 ساتوشي يمكنك السحب. سنجرب الآن على سبيل المثال، أنا لدي هذا المقدار، أقوم بالضغط على withdraw. minimum withdrawal amount is الآن أصبح 10,000، كان يعني 12,000، الآن أصبح 10,440، يمكنك سحبها. المهم أنا هنا قمت بسحب الكثير، ولكن الاسم لا يظهر اسم الموقع. المهم سوف ثقيل بعد الوقت. المهم هنا للسحب وهنا instant نفس الشيء. بالنسبة لرابط الإحالة كما قلت، نعود إلى الواجهة الرئيسية. هنا يمكنك، لاحظ معي، claim your free bitcoin. هنا تضغط على هذه claim your free bitcoin عندما تمر ساعة، يعني عندما تدخل من المرة الأولى تجدها يعني موجودة لأنك لم تضغط من قبل، ولكن عندما تضغط يعني تظهر لك هذه I'm not a robot, je suis pas un robot. بعد ذلك تضغط على roll، يظهر هذا الرقم كما ترون. هذا الرقم لماذا يظهر؟ يظهر لأنه هنا يقول لك يعني lucky number، إذا كان هذا الرقم الذي يعني يظهره العداد، إذا كان بين 0 و 9885 يعطيك 450 بيتكوين، يعني هذا المقدار. إذا كان الرقم بين هذا وهذا يعطي لك هذا المقدار من الساتوشيات، إذا كان بين هذا وهذا يعطيك هذا المقدار من الساتوشي إلى غير ذلك. ولكن 99% يا إخواني يكون الرقم هو هذا بين 0 و 9000. إذا كما ترون بعدها يصبح يبدأ العدد في النزول، يعني ساعة بعد ساعة يمكنك المطالبة بالبيتكوين أو الساتوشيات التي حصلت عليها.
هذا إخواني بالنسبة للموقع الأول. الموقع الثاني يسمى بيتكوين زيبرا. بيتكوين زيبرا تقوم هذا يعني تسجيل هذا فيه أبسط من البسيط، فقط تقوم بإدخال عنوان المحفظة الخاصة بك، ومن ثم تضغط على الكابتشا المال التي تظهر هنا، وتضغط على فيد الزبرا إذا لم يكن يعني قد فات وقت الكابتشا. نعم كما ترون congratulations you have got one 10 ساتوشي 10، يعني لأنني قمت بضبط قبل قليل، ليس يعني لما أبقى الكثير من الوقت للضغط لهذا، أعطاني فقط ساتوشي 10، لأن هنا يقول لك بيتكوين زيبرا is completely free bitcoin faucets paying out up to 3000 ساتوشي every hour، يعني يمكنك الحصول إلى غاية 3000 ساتوشي في كل ساعة. each time you visit this page and feed the zebra you will receive faucet payout amount randomly selected from the available amount shown in the green below. يعني تقوم بالضغط على feed the zebra ويعني المقدار الذي حصلت عليه يظهر هنا في هذه يعني المجال الأخضر هنا. إذا كما ترون الآن عندي 3710 ساتوشي، يمكنني السحب فقط عندما أصل إلى 5500 ساتوشي. هذا بالنسبة للموقع الأول. الثاني بالنسبة للإحالة، لديك 50% من الأرباح التي يقوم أو نعم الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الذين قمت بإحالتهم، ونفس الشيء لفري بيتكوين. في بيتكوين نفس الشيء، ها هو يعني earn a massive 50% commission on all the free bitcoins won by your referred users and one free lottery tickets. المهم 50% تحصل عليها. الموقع الثالث يسمى مون بيتكوين. مون بيتكوين هذا كما ترون نفس الشيء، التسجيل فيه لا يتطلب أي شيء، فقط تضع الإيميل أو عنوان المحفظة. أسهل شيء للتسجيل في المواقع، يعني أسهل شيء هو التسجيل في مواقع البيتكوين أو الصنابير، يعني لا يتطلب أي شيء، فقط الإيميل أو عنوان المحفظة. تضغط هنا كليم، سأقوم بالمطالبة بهذه 33 ساتوشي. هذا يعني يعطيك كل 5 دقائق على ما أعتقد يعطيك الساتوشيات، يعني يمكنك المطالبة بعد كل 5 دقائق. قبل 5 دقائق لا يمكنك الحصول على أي مقدار، يعني you must wait at least 5 minutes between claims. إذا هذا بالنسبة لي زيبرا نفس الشيء، يعني ساعة بعد ساعة يمكنك المطالبة بالبيتكوين الخاص بك أو الساتوشيات التي قمت بجمعها. الموقع الرابع هو من أعزاء بيتكوين كير. هذا تقوم بإدخال، أعيد يعني تحميل الموقع حتى يعني ندخل هنا، تقوم بوضع الإيميل الخاص بك. هنا في هذه الخانة يقول لك إذا لم تكن تملك حساب في إكزابو سنقوم بإنشاء حساب لك. أنا الآن أملك، أنت بالطبع تكون قد فتحت يعني حساب في إكزابو. تكتب الكابتشا والإيميل وتضغط على أنتري أو إنتر. إذا لاحظوا congratulations 58 ساتوشي has been paid directly to your Xapo wallet، يعني قاموا بإرسال 58 ساتوشي مباشرة إلى المحفظة، والدفع هو يكون فوري في هذا الموقع مباشرة، تضغط يصل إلى المحفظة. المهم هنا في هذا الموقع تحصل على 25% من الكوميشن أو من الأشخاص المحالين من أصدقائك إلى غير ذلك. المواقع الأخرى فيها المحالين يعني 25 أو 50-50، وهذا 25. يبقى الموقع الآخر يعني مون بيتكوين. الموقع مون بيتكوين فيه الإحالة على ما أعتقد 25 نفس الشيء كما نرى. أو additionally for each active referral that you have you will get a bonus of 1% up to maximum 100% added on very. المهم هنا ما أعتقد بالنسبة لقانون الإحالة هنا تم تغييره على ما أعتقد. المهم يمكنك أن تحصل كما يذكر هنا each referral you have من 1 إلى 10 من 1% إلى 100% من يعني من الأرباح المتحصلة من الإحالة في هذا الموقع.
يعني يمكنك الحصول من 1% إلى 100% أرباح من الإحالة، يعني هذا شيء جيد. المهم هذه المواقع، كل هذا الأمر قمت به فقط من أجل الأشخاص الذين ليست لديهم أي فكرة. أعلم أن الكثير والكثير يعلم عن هذه الصنابير لأنها جد معروفة. قمت بهذا الأمر للأشخاص الحديثي الدخول في هذا المجال لمساعدتهم على يعني البدء في تجميع البيتكوين في أقرب وقت ممكن. وسأقوم إن شاء الله في كل مرة أجد موقع موثوق أو صنبور موثوق أقوم بعمل فيديو عليه هكذا، يعني لأنه يعني من الواجب العمل في الكثير من الصنابير، لأنه إذا قمت بالعمل في صنبور واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة يعني لا يمكن أن تجمع الكثير من ساتوشيات، ولا بالتالي لا يمكن أن تجمع الكثير من الدولارات، وبالتالي عليك العمل في على الأقل 10 أو 11 موقع أو صنبور، والحصول على ساتوشي من كل يعني الحصول على مقدار من الساتوشيات من كل صنبور، وبالتالي تجمع مقدار جيد في اليوم، ويعني في الشهر يعني يمكن أن حتى أن تحصل على 20 أو 30 دولار في الشهر، يعني إذا قمت بعمل اجتهاد في هذه الصنابير. إذن إخواني الأعزاء نأتي هنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى إن شاء الله أن تكونوا قد استفدتم ولو بالقليل، وأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أوضح الكثير للأشخاص الذين دخلوا في هذا المجال حديثا. سأقوم إن شاء الله بعمل فيديوهات أخرى لصنابير البيتكوين الأخرى الموثوقة. أنا أردت فقط أن أتأكد من مصداقيتها قبل عرضها على اليوتيوب. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل الجديد. بالنسبة للأسئلة والاستفسار أو يعني استفساراتكم وأسئلتكم يمكنكم الاتصال بي، أنا دائما أضع رابط الحساب الخاص بي على الفيسبوك أسفل هذا الفيديو، كل ما عليك هو النزول أسفل الضغط على رابط الحساب إضافتي وطرح أسئلتك علي أخي العزيز، وسأحاول إجابة عليها بقدر الإمكان. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.